اسم عبد الرحمن منصور، سن 29 سنة، عندي ما نقول في التريف. بديت رياضة الدريفت من كنت صغير، سن 12 سنة كنت كنتعلم السياقة، ومن بعد بديت الممارسة ديالها رسميا في 2012 تقريبا المدة ديال 6 سنوات 7 سنوات. فاش بديت في سن 18 سنة كنت كنمارس مع الأصدقاء ديالي، كنا كنتعلموا في الشوارع وكنهزوا فران أمان شوية وهادي، كنجعزوا الساكنة وداك الشيء، والحمد لله ما بقيناش كنديروا داك الشيء في الشوارع وتأثرنا في القانونية. المسابقات اللي شاركت فيهم، شاركت في عدة في المملكة المغربية في عدة عروض، كنشاركوا في المناسبات الرسمية كعيد العرش أو اليوم العالمي للجالية المغربية، أو كنحتفلوا بأي يوم كيكون عيد الاستقلال. لعبنا في ساحة البريد، لعبنا في العرائش، لعبنا في مراكش، يعني كنحاولوا نعرفوا بهذه الرياضة هذه هنا في المغرب. وحصل لي الشرف كأني أول مغربي كيمثل المغرب في الشرق الأوسط في بطولة أبطال العرب في الأردن، والحمد لله فتحت لي أيضا الباب للمشاركة في الأفلام المغربية في المجازفة في السيارة. رياضة الدريفت هي انجراف وإزاحة السيارة بطريقة فنية على حسب المعايير اللي كاين كل بطولة ولا أي كومبيتيشن. أول حاجة المراحل ديال الدريفت مراحل صعيبة هنا في المملكة المغربية، يعني ما كتلقاش واحد الدعم كبير من طرف الجهات المسؤولة ولا الجهات المعنية، كنحاولوا نعتمدوا على راسنا. في الأول كنا كنعتمدوا على راسنا، قليل اللي كيدعمونا هما الناس اللي لا علاقة لهم بالرياضات، اللي بحال الميكانيك بحال هادي كيتعامل معاه. كنشكر الميكانيك اللي عاوننا. المراحل اللي بدينا منها، بدينا كهاويين في الأول، كنحاولوا نتعلموا بشويه على راسنا، ما كاينش اللي كيعلمنا، ومن بعد بقينا كنطوروا المستوى بشويه بشويه، الحمد لله توصلنا لواحد المستوى اللي كيلقى استحسان من طرف المتتابعين ومن طرف الجمهور. الخطوره اللي كتواجهنا في هذه الرياضه هذه هي خطوره ماشي بزاف، حنا ما كنمشيوش واحد السرعه كبيره، ما كنتوفروش على الاجهزه اللي بحال الخليجيين، كنتوفروا على الاجهزه البسيطه، السرعه كتكون محدوده ما بين 80 كيلومتر حتى 100 كيلومتر، وكنحاولوا حنا هي شويه خطيره، ولكن حنا الحمد لله تمكننا باش ما بقينا ولينا كنستطيعوا اننا نتحكموا في السياره، حيت الدريفت كتحكم في السياره. الدريفت اعترفت به الجامعه الملكيه لسباق السيارات كرسميا، اعترفت به، والدعم بالنسبه للدعم الجامعه كتطرح لك انك تمشي سبونسور، وسبونسور مازالين بحال قلتي متخوفين من يعني غياب الثقه ديال المحتضنين، كتكون واحد غياب الثقه. بالنسبه لهذه الرياضه هذه انا ضد ديال رياضه الدريفت ديال الاغنياء، هذه الرياضه هذه ماشي ديال الاغنياء، حنا ولاد الشعب، والدينا حنايا ناس متوسطين ماشي من الطبقه الغنيه، ولا يعني حنا داكشي ما كنطلبش لنا واحد المصاريف اللي غتكون كبيره باش نقولوا حنا ولاد الفشوش ولا شي حاجه، حنا لا ولاد الشعب كنمشيو عند ولاد الشعب كنفرجوهم فابور، ما كنمشيو عندهم في اي مدينه كنفرجوهم فابور، وكنخسروا من جيبنا وكنمشيو وكنضحكوا مع الناس، كنركبوا مع الناس الطوموبيل كيشوفوا وكتلقى واحد الاستحسان كبير. ملي كتدريجي كتحس بواحد الشعور كبير، ملي كتنزل من السياره بحال كتحس بواحد الشعور كبير انك حققتي واحد الحاجه اللي ضروري منها تحققها في الحياه ديالك، يعني هاد الرياضه دي ولات تدخل لك في الحياه ديالك، يعني صعيب باش تتخلى عليها. بالنسبه للناس كل واحد والسياقه ديالو، ولكن هاد الرياضه دي خصها بزاف ديال المراحل باش تقدر تحكم في السياره، لان في الدريفت انت اللي كتحكم في السياره بالنسبه ديال 100% انت اللي كتحكم في السياره، يعني الا نفلت ما تخليهاش تنفلت عليك، الا نفلتات عليك غيكون الله يسترها. انا بعدا كنقول اللي غايشوفوا الناس اللي غايشوفوا هذا الشيء هذا، كنصحهم انهم يديروا هذا الشيء في الشوارع، واخا انا بديت في الشوارع ما غنصحهمش يديروا هذا الشيء في الشوارع، يديروا في اماكن مخصصه بعيده على الناس، لان كتشكل واحد الخطوره على المواطنين وعلى الساكنه. وكنصحهم الا بغاو يجيو يدخلوا الدريفت مرحبا بهم، حنا موجودين، راه الاشاره ديال اي مغربي بغى يدخل هذه الرياضه هذه مرحبا به يتعلم، مرحبا.